واليوم الخميس مثل ما قلنا اليوم حافل باللقاءات الحلوة. صارنا زمان مش مستضيفينه الخبير العقارات وضاح الغصن. تحية طيبة لك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ليليان، وصلنا زمان. أنت ما أنت رحتي كوبا هلا كوبا بعد شوي تركتينا ورحتي. وضاح اليوم ناشونال بيتزا داي، خبرني كيف كانت البيتزا معك. شو جوعنا أكلت لي هلا أكيد أتعط بيتزا. أشكر جبريل على ضيافتهم، ومباشرة إلى المين كورس هلا مثل ما بيقولوا، إلى ننقض على الاستثمار. نقض يلا نقض. وضاح حكينا بالفترة الماضية، حكينا على الاستثمارات بموضوع الكوميرشال بروبرتيز، وطبعا في مواضيع كتيرة بدنا نحكي عنها. حكينا على إيجابيات إنه الواحد يكون في عنده استثمار بالتجاري، يعني ياريت بإجازة بتحكينا شوي، ترجع بتلقي الضوء على الاستثمار التجاري. بالضبط. أوكي، قبل أسبوعين تكلمنا عن أنواع الاستثمارات، وين ممكن الواحد يستثمر، وتكلمنا بشكل مطول عن الكوميرشال بروبرتيز. إذا واحد بده يشتري بلازا أو يشتري محل ويأجره، تكلمنا عن الفوائد والداون بايمنت، تكلمنا عن كمان شو التشالنجز أو التحديات اللي الواحد ممكن يلاقيها بالكوميرشال وورد، وشو هي الإيجابيات كمان بالمقابل، إنه كيف فيها إذا صارت هالبلازا مليانة، كيف فيها أقل تدخل من قبل المالك. بالزبط. وأقل مسؤوليات. بالزبط. مقارنة بالزبط. مع الريزيدنشال. هلا شو اسمه، حطيتهم كلهم أنا هدول على الفيسبوك تبعي أنا الشخصي. اللي بيحب يرجع يسمعهم فيه يطلع على الفيسبوك تبعت الشخصي وبيلاقيهم كل الموجودين، الحلقات اللي كنا عملناها كل الحلقات. فاللي ميست أبسود ممكن يطلع على الفيسبوك ويلاقيها، وموجودين حتى على اليوتيوب كمان على فكرة. على اليوتيوب. أيوة صحيح. لا بنعجبك. That's good. أنا لون تاج هلا على الويب سايت الخاصة بي. المفروض كان عمل تاج على الفيسبوك تشين راديو. طيب، فإذا حكينا عن هالموضوع، وضح حضرتك بتعرف إنه نحن بشهر شباط شهر أدار ببلش يعني التحضيرات كلها للآر آر إس بي، موسم طبعا التاكسات كلها ما بلش فيها بهيدي الفترة. وفي عندهم دايما الناس هيك تخوف إنه بدنا نقيم الآر آر إس بي، يعني بدنا ندفع مصاري أكتر، بدنا ندفع تاكس أكتر، وبنخسر وبنتركهم للتقاعد، وشو بدنا بهالخبرية. بتحسهم مثل كأنهم موهومين من الموضوع بالوقت اللي الآر آر إس بي نعمل هو للبنفت لألي. صحيح. ياريت بتحكينا عن هالشق بالذات لموضوع الاستثمار التجاري. ممتاز. هلأ إذا الواحد بده يستثمر كاستثمار، هلأ في كتير ناس بتفكر إنه الار اس بي ممكن الواحد يستعمله بس لما يشتري أول بيت ويسحب المصاري ويشتري فيه أول بيت ممكن يشتري. هذا طبعا شيء صحيح. نحن بكباك بنقول له الراب ريجيم أكسي على بروبريتي، شو بتقولوا له بي؟ RRSP اللي هو registered. لا عم بقول على البروغرام اللي بتشتروا فيه، الواحد بيقدر يستعمل فيه RRSP ليشتري أول بيت. ممكن الراب كمان نفس التسمية ممكن. يا هو إله كلمة بالإنجليزي. نعم. think هو هو بس ما إله كلمة معينة زي عندكم. Okay. first time buyer investment للRRSP. نعم. بس اللي كنا بنتكلم عنه إنه فيه الواحد يستعمل الRRSP عشان يشتري أول بيت، بس في كمان شغلات، في ناس يمكن بتحب تستعمل استثمارات يكون الفلوس مربوطة بالRRSP. يعني خلينا نوضحها بشكل أكتر. هلأ في كتير أنواع استثمارات موجودة والناس ما بتعرف عنها للأسف، إنه ممكن الواحد يشتري عقار والعقار هذا يكون مربوط بالRRSP. كيف يعني؟ ففي هلأ في إحنا في بالفيرتكس تيم عنا بنتعامل مع شركتين. نعم. موجودين على الساحة، في شركة انترناشنال كامباني اللي بيشتروا. تعرفي إحنا دائما عنا العرب نفس الواحد يشتري أرض ويخليها لأولاده وبعدين يرجع يبيعها بالمستقبل. بقول لك بشتريها مش عارف 300 ألف ويوم من الأيام بصير بتسوى مليون وببيعها. هذا طبعا تفكير حلو بس طبعا مدى طويل. نعم. هلأ في هذه الشركة اللي بتعمله إنه بتلاقي أراضي موجودة
على على الـ على الـ على الناشونال على مستوى الناشونال بكندا وموجودة برضو بأمريكا. تشتري هاي الأراضي، بتكون هاي الأراضي مزارع أو بتكون غابات، بتشتري الأراضي وعشان تقدر تشتري الأراضي بتعمل زي سلة للإنفسترز. فبيجوا المستثمرين كل واحد بحط نسبة عشان يشتريوا هاي الأرض، فبيشتري شير لهاي الأرض. فمثلا الشير ممكن يكون أقل شيء حوالي 20,000 للشير الواحد، فممكن واحد حتى إذا عنده 30,000-40,000 ممكن يحط 20,000 منهم ويشتري جزء، يشتري نسبة من هاي الأرض. وبتكون الأرض يعني بنتكلم عن ميات الإيكارات يعني، فمساحات ضخمة جدا، وبتكون أراضي يا زراعية يا بعدها غابات. فبنتبهوا هم بيعملوا دراسة على أساس يشوفوا إنه هاي الأرض والله إلها مستقبل، وحيكون يا حيمر جنبها هايوي يا إما العمار حيوصلها. فبيشتريوا هاي الأرض، بيجمعوا الاستثمارات من كذا مستثمر وبيشتريوا الأرض، وعادة الأفرج تبعهم بضلوا على الأرض زي ما بنقول، بناموا على الأرض لمدة 8 سنين عادة الأفرج تبعهم. وعادة محصلة الفائدة اللي بيستفيدوها المستثمرين بحدود 15% بالسنة. بالسنة أوكي. لأنه أنت تخيل الأرض بتكون 100,000 وبتصير مليون ومليونين وثلاثة. خلينا نتوقف للحظات مع محطة بتطلعنا عن حالة الطرقات، وبدي أرجع لها الموضوع بالذات، بدي أرجع للأرباح، بدي أرجع لنحكي أكثر حول هالموضوع بعد هالمحطة. عودة لمتابعة لقائنا مع خبير العقارات وضاح الغصن من فيرتكس تيم، وعم نحكي عن موضوع الاستثمار. حكينا عن عم نحكي عن اشياء يمكن مش كتير بتفكروا فيها، ما عم نحكي عن واحد يشتري بيت هون او ممكن يستأجر محل، عم نحكي على الاستثمار التجاري وكيف ممكن انه نستعمل الـ RRSP مش لشراء اول بيت، لا كيف ممكن نستعملهم تجاه استثمار لأرض مثلا، وممكن يكون الريتورن من 10 إلى 15% بالسنة. بالسنة ما هو هم بدفعوا لك بعد ما يعملوا بعد ما يبيعوا الأرض. بس إذا بتفكر فيها، إذا الأرض هم المزارع هاي اللي بيشتروها يعني بتتكلم 100 إيكر بيشتروها بشي 100,000-200,000 مبالغ يعني ضئيلة. بس لما تخش بالعمار ويصير تجارية أو بتصير سكنية أو يصير جنبها هايوي بتتكلمي بتصير لك 4-5 مليون. طب بس السؤال هون بتعرف وضح العالم اللي عم يسمعونا، بصير لك الواحد خليني أنا أشتري شقفة أرض ومسرعة بتتحول، ولكن يمكن ما بيعرفوا أنه مش كل أرض زراعية ممكن تتحول، أو بالتالي شركات من هالنوع بتبقى بتملك المعلومات أكيد. بتعرف التخطيط الإنمائي وين رايح، بتعرف أكيد. التحديات وين رايحة. يعني أنت إذا حطيت مصرياتك مع هيك شركات ما عندك خوف يعني أنك يصير شيء، ولا لا أنت بتحس أنك عم تشتغل مع شركة في عندها عراقدة وعندها خبرتها بالسوق؟ بالضبط بالضبط، هذه الشركة كتير مهمة، وهلأ حاليا أنا في عندي كذا زبون متشارك فيها وشريتهم بأرض يعني بخلال الشركة هاي، اشتروا بأرض على كناتا وين؟ جنب إمرلاند ميدوز وجنب هوب سايد رود، في هناك 300 إيكر. هلأ الشركة عرضاهم للبيع واشتروها قبل بحدود 4-5 سنين. زبايني يعني مبسطين. يعني شو عم نحكي لما عم نحكي قديش اشتروا قديش عرضوا، فينا نحكي هالمعلومات؟ يعني هو يعني تقريبا عملوا 13.5% بالسنة لمدة اضربي بأربعة أربعة 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 يعني خمس سنين، يعني اللي حط 100,000 قديش رجع له؟ يعني اعملي كومباوندينج عاد قديش يعني تقريبا يعني يعني في أنا بعرف في زبون حط 20,000. نعم. هلأ مفروض هلأ يعني في كونديشنال اوفر على الارض من نعم. خلال الشركه طبعا بيصير في فوتينج بالشركه، مش شغله لعبه يعني، الشركه بتعرض العرض او الاوفر اللي جايها على الارض لكل اصحاب الاسهم المشاركين. نعم. بيصير في فوتينج يعني، ممكن اذا طلع الفوتينج اكثر ما انه ما يبيعوا الارض ما بيبيعوا الارض. أوكي. يعني ما حدا يعني هن اللي بيملكوا القرار بيملكوا القرار. وبعدين هذا يعني حط 20,000 بتهيألي عم برجع له هلا بحدود
قريب 180,000 180,000 تقريبا قريب 180,000 واو يا. هذا إذا اكتملت البيعة وبس بس هلا في اوفر هلا موجود على التيبل يعني اذا مشي هذا الديل نعم بيعمل له يعني بيعمل له شيء 100 يعني بيعمل لي 160,000 الفرق يعني واو خمس سنين يعني حوالي خمس سنين صار له هو وانت ما فكرت تعمل لها الخبريه هلا انت شو بدك في احنا انا عامل بكذا شغله بس هلا انت شو بدك في وضح طيب الناس هودي بيقدروا يستعملوا الـ RRSP يعني إذا واحد ما عنده مصريات بس عنده مجمع بيعرف حاله أنه مجمع الـ RRSP ما هي الحلو ما هي الحلو هذا الانفستمنت بنحط تحت ممكن نحط تحت الـ RRSP وممكن ينحط حتى تحت الـ RESP اللي هو الـ Education Fund تبع الأولاد يعني فأنت إذا واحد عنده 20,000 موجودين already عنده اللي هي سلة الـ RRSP نعم. وتعرف إذا سحبهم بصير عليهم تاكسز وبصير لازم يدفع التاكسز وكذا لأنه لسه بيكون عنده دخل وما تقاعد فعليا نعم. فممكن هدول الفلوس إذا هم كاش مش مربوطين بشي وديعة ممكن يستثمرهم مع هاي الشركة وبضلوا بالRRSP ولما يصير البيع بيرجع الفلوس وبضلهم بالRRSP من غير ما يدفع عليهم تاكس هلا لما يرجع يعمل يتقاعد بيصير بتطبق عليه القوانين لما يجي يتقاعد بدفع يعني مثل كأنه بيقدر ياخذهم يتدينهم آنيا ويستعملهم لهالمشروع من دون ما يكون عم يندفع تاكس ولما بيرجع ببيع بيرجع الانيشال اماونت اللي هو استعمله بالضبط من دون ما يكون عم يدفع تاكس بالضبط هلا وفي طريقه ثانيه خلينا نوضحها شوي انا عارف بتخربط شوي الشغله اذا واحد عنده فلوس نعم. بالRRSP نعم ممكن يستثمرهم تعرفي بالRRSP ممكن تحطي مع شركات أسهم سيفينج بونز كذا أو ممكن إحنا نضبطه مع هذه الشركة وهو يستثمر مع هذه الشركة بأرض موجودة هنا مثلا بأوتاوا أو حتى ممكن لغاية أمريكا في عندهم أراضي هلأ عم بيحاولوا يجمعوا استثمارات وبضلوا الفلوس تبعته موجودة بسلة الRRSP ولما ترجع تنباع هذه الأرض الفلوس بترجع بسلة الـ RRSP فما بدفع عليهم تاكس ولما بترجع الفلوس ما بدفع عليهم كابيتال جين لغاية ما يعمل الريتايرمنت هلا إذا هو الفلوس معه ياها مش بالـ RRSP لما يجي يشترك بهذه الشركة بيصير كأنه عمل انفستمنت بالـ RRSP فبنخصم من الانكم تبعه السنوي يعني مثلا خلينا هيدي حلوه الفكرة. حلوه هنا يعني اذا واحد ما كان بيعرف قديش مجمع RRSP عنده في رجع تنقول 4-5 سنين لورا وبيلاقي انه حسب من خلال المحاسب تبعه له انه هو في عنده لحد ال $40,000 فيهم يشتري فيهم RRSP هالمصاري منه شاري فيهم RRSP وبده يشارك بمساهمه بشراء كم سهم بهالمشروع تبع هيدي الشركه بالضبط وعنده المصريات بس ما اشترى RRSP بيقدر يفوت يضرب عصفورين بحجر واحد يعني عم بتقلي بالضبط لأنه لما الواحد يساهم بالRRSP بنخصم من الانكم تبعه مزبوط يعني إذا كنت أنت صديق المستمع أو صديقتي المستمعة عم تعمل هالسنة عامل 100,000 لنقول وبتعرف أنه هال100,000 أنت صرت بالبراكت مثلا بدك تدفع فيها من 30-40% وراح يروح على الأقل $30,000 يمكن تاكسات لألك وإنت يمكن مجمع RRSP بس منك مساهم فيهم كل سنة بتقول يلا سنة الجاي وإلى ما هنالك وهيدي السنة مسائبة قبل ما تبلش تحضر للإنكم تاكس تبعولك لسنة 2016 لأنه بدنا نبلش نحضرهم بشهر شباط وشهر أدار بالضبط فإذا اتصل فيك وحكي معك قادر أنك توضح له أكثر وتخليه يشوف كيف بده يربح حلق سرعة 3 أصعدة يعني أول شيء انه استثمر مصرياته بمكان ما رح يعطيه ريتورن اكتر 2 انه استعمل الـ RRSP يعني عم بيتقاعد عم بيجبر حاله مورالي انه يلتزم انه هو يكون عم بيأمن تقاعده هلا بالضبط ورقم 3 انه بدل ما تكون هالمساري عم بتروح للضرايب عم بتروح لقله بعدين بالضبط هلا وكمان هو ما تنسيش انه عم بيستثمر بارض نعم يعني مش باسهم بتعرف انت العقار يعني ارض دائما مضمون يعني اذا يعني برأي اللي عم تقوله بطريقه انه عم تستثمر بشيء بتلمسه وايشه بالضبط مش عم نحكي على ستوك ماركت
ممكن انك تطلع نهار تكون حاسس حالك مليونير على الورق، تاني نهار تصير مديونير. بالضبط، مديونير. حلوة هاي مديونير، حلوة. خلينا نتوقف للحظات مع الوذر ريبورت، نحكي حالة الطقس بالعاصمة والضواحي، وبعدها بدنا نكفي موضوع الحقيقة كتير كتير مهم. بدنا نحكي على الريتورن، بدنا نحكي على الار ار اس بي، على الاليجيبلتي تبع الار ار اس بي، بدنا نحكي على الثمان سنين، على ثمان سنين، بدنا نحكي شوي على التيرمز، بدنا نحكي على مواضيع كتير. قادر انك تعطينا معلومات كتير عنا وضح الغصن. خليكن دايما برفقة صوت النجوم. عودة لمتابعة لقائنا مع خبير العقارات وضح الغصن. وضح، بدك تسكلنا رقم التليفون لأنه عم تحكي سرت على معلومات كتير بتهم العالم، فكيف يكون التواصل معك؟ تلفوني 613-878-3041. عنوان مكتبك؟ موجود المكتب على كارلينج 1335 كارلينج أفينيو، شركة رويال بيج طبعا. في برضو احنا ممكن تتواصلوا معنا بالانترنت www.thevertexteam.com vertex-vertex-team.com، وموجودين برضو على السوشيال ميديا. والجروب لو نحكي جروب يعني كم شخص انتو؟ احنا في عنا ستة الجروب، هذا غير الـ المساعدين والادمينستريشن. الادمينستريشن وال ستة على يعني ستة خبر عقاري. وضح، حكينا على شراء الأراضي، حكينا على هالشركة اللي هي بتاخد الأراضي اللي فينا نقول فيها تخطيطة رمادي أو زراعي اللي حيصير فيه تحويل لقلو، بتنام على الأرض لفترة من الزمن. المساهمة بتكون عن طريق شراء الأسهم، يتم فرز وتحديد قيمة السهم طبقا لحجم الصفقة اللي بتصير. وحكينا عن الأراضي. طيب، هالأراضي اللي لحتى تنباع يمكن تحولت الزونينج لها، صار تم تمديد لها خدمات إن كانت الكهرباء أو المي. بالضبط، ما هذا كله بنخصم يعني. أنا بس عشان أوضح، أنا لما قلت لك 160 ألف و180 ألف، هدول لسه بنخصم منهم اللي هي الفيز تبعت الشركة. وبس يعني زي ما قلت لك بيطلع حوالي 13.5. هذا يعني اللي حكينا عنه الاكزامبل، الزبون بالذات اللي حكيت عنه كاكزامبل، عمل او بكون صافي. عمل صافي 13.5% بالسنة لكل سنة من الخمس سنين. واو. طيب، هل الشركة نفسها يعني لما بتحضر الأراضي ولما عم تحكي على كمية كبيرة من الأراضي، غالبية الاهتمامات ما بتكون انه من فرد ومن شخص، بتكون من مجموعة او من متعاهدين؟ صحيح صحيح. طيب، هل في شق معين بهذه الشركة، او هل في شركات تانية تعنى انها تكون عم بتفكر بهي بناء بدل بس نكون بالشراء، لانه بتعمل بروفيت بالارض ولكن حتى بتعمل بروفيت بالعمار؟ في سؤال حلو. في شركة تانية عندنا برضو، بتعرفي ايام 2008 لما صارت الضربة بالماركت انضرب بامريكا، في كتير قوانين تغيرت واشي تغيرت. فاشي من هالشغلات اللي تغيرت كانت البنوك هنا، الناس معظمها بتفكر انه البنا او البيلدر اللي بيبني العمارة هاي اللي 30 طابق و 25 طابق، يعني يمكن معظم الناس بتفكر انه عم بيبنوها من فلوسهم. هذا طبعا مش مزبوط، لانه معظم البيلدرز او الديفلوبرز بياخدوا الديون زينا. فبياخدوا دين من البنك. البنوك كانت اياميها قبل 2008 كانوا يعطوا 80% من قيمة البناء. مش من قيمة البيع، من قيمة البناء. يعني إذا بده يكلفهم مثلا البناية بدها تكلفهم 10 مليون، بيعطوا 80% 8 مليون، والبيلدر نفسه ديفلوبر هو بكون مبلش بالمشروع ب 2 مليون. هلا بس صارت 2008 تعدلت القوانين، يعني حتى تصعبت على البيلدرز نفسهم مش بس علينا احنا كأفراد، فنزلوها ل 65 و60%. فهلا البيلدرز او الديفلوبرز صاروا بدهم يستثمروا مبالغ اكبر من اللي كانوا يستثمروه بالقبل هيك. ففي كتير بيلدرز اتأثروا من هالشغلة. ومن هالمنطلق انخلقت شركة اللي بتعملوا او بتشتغلوا، هي بتوفر للبيلدرز هدول نسبة
اللي نقصاهم عشان يبلشوا العمر. يعني نسبة اللي هي 15% أو 20% الفرق بين 60% وبين 80% اللي نعم. كانت من قبل 80%. فهذه الشركة برضو بتعمل باسكت أو سلة بتجمع فيها مستثمرين، المستثمرين بحطوا في المبالغ هذه بالسلة هاي، والشركة بتروح بتقدم هذه السلة كدين على الرهن العقاري للبنا. فهذا الدين بتسجل، انتبهي، بتسجل على الأرض. فيعني بكون الواحد مساهم مش بس كسهم، بكون مسجل اسمه بالأرض كرهن عقاري، يعني كلين بالضبط. فيعني فما في لعب فيها يعني. أوكي. فالبلدر بعد ما يخلص بناء وبس يبلش يبيع بالشقق او اليونتس لازم طبعا يفك اللين او الرهن اللي موجود على الارض. فمضطر يدفع المصاري كلها لكل الناس اللي دينته، وطبعا عن طريق الشركه هاي. طب شو الريتيرن فيها هذه؟ الريتيرن الشركه عاده بتاخذ بتعرف بتاخذ حوالي 3-4 سنين عاده لما يشتريوا من هلا، لما يشتريوا الارض لغايه ما يخلصوا العمار. شو عم نحكي عن عمار؟ يعني نحكي عن عماير، عن تاور، عن نحكي على بروجكت، عن شو عم نحكي؟ عن عماير يعني. نعم. اللي هي بنسميها هاي دنسيتي او الهاي رايز، اللي هي بتكون فوق الست طوابق. فوق الست طوابق اللي هي بتكون يعني 10 طوابق او 15 طابق او 20 طابق، وبكون عادة فيها شقق كتير. بالضبط. في هلا مشروع عم بنبنى. نعم. بالداون تاون جنب الهاي واي على بصور سانت كاثرين. نعم. الشارع هلا موجود، وهلا بلشوا حفر فيه وبلشوا يبنوا فيه. هذه الشركة مساهمة بهذا المشروع. أوكي. والحلو انه المستثمر بيقدر يعني يعدي من قدام الشارع ويشوف العمارة عم تنبنى يعني. أوكي. فيعني بيشوف انه اوكي والله لا فلوسي هيا، العمارة قربت تتخلص، والله هيهم خلصوا السقف، والله هيهم بلشوا يبيعوا الشقق، فهلا حقبض. أوكي. فهذه الريتيرن تبعهم الشركة هذه بتدفع للمستثمرين 8% بالسنة. نعم. حتى قبل البيع. وبالنهاية بتدفع 12% لما البلدر يخلص البيع العمارة كليتها. يعني 12% من المبلغ الكامل مش. نعم. بالسنة. نعم. بس 8% بالسنة. أوكي. يعني إذا بنطلع أنه الواحد ممكن يكون عنده 20,000-30,000، مش ضروري أنه يكون هذا. إذا منقول إذا الشخص ما بده أنه يلاحق العملية الاستثمار التقليدي، يعني بده يقول أنا ما عندي وقت، أنا بروفيشنال ما عندي وقت روح بدي أجر شقة، أو مع أنه فيها لذتها هيديك يعني. بدنا نتناولها بفترة مقبلة، ولكن هيدا الشخص اللي هو مثل ما بيقولوا بده الأشياء تكون مضمونة. بالزبط. ما بده أنه يوجع راسه، بده فترة بسيطة، وبده أنه يكون حاصل على نتيجة تقريبا مضمونة. فاليوم طرحت لنا موضوعين يعني حقيقة، كمان أنه الواحد بيقدر يساهم أنه يشوف شغلة عم تتعمر. بالزبط. يعني ما بيكون هو عم بيشبح إذا بدك يقول أنا مشارك بهذا المشروع. بالزبط. لأنه بالزبط. ممكن يكون مساهم ب1% أو ب10% أو ب3%، بس هو مشارك بصح له خليه يشبح، ليش لا. طب التعامل مع شركات حضرتك وسيط؟ بالضبط. إحنا الوسيط تبعهم ومنتعامل معهم ومنجيب لهم طبعا يعني زباين. أديس لك بتشتغل مع هيك شركات؟ هلأ الشركة الأولانية صار لي حوالي 6-7 سنين بشتغل معهم. أوكي. وهلا زي ما قلت لك في ارض بكناتها عم تنباع، وهلا يعني زي ما بقولوا حيثبت انه فعلا لجت الموضوع. تعرف انا اول ما تعرفت على الشركه برضو كنت يعني هزتن طبعا اكيد، لانه موضوع جديد علي، ويعني فحبيت أتأكد منه، فاستثمرت أنا شخصيا فيه. وبعدين هلأ لما ينباع العقار بكناتا مفروض يعني زباين يكونوا إن شاء الله يقبضوا المبالغ. الشركة الثانية تعرفت عليهم قبل 3 سنين. بس عندهم ريكورد كتير قوي. نعم. في كذا عماير وفي بروجكت موجود كامل، ملف كامل عنا لكل المشاريع اللي عملوها، وقديش كل مشروع الريتيرن طلع لإله.
ف يعني هذه افكار جديده انا حبيت اذكرها يعني غير تقليديه. كل معظم الناس بتقول لك اوه اشتري بيت واجره اشتري بلازا لا يا عمي فيك تستثمر, وممكن يكون الاستثمار حتى بالار ار اس بي وحتى بالار تبع الادوكيشن فاند ويكون بروتكتد وعلى ارض على أرض واقع زي ما بقوله, مش بأسهم طايرة على الورق وما بتعرفش إذا الشركة هتعمل مصاري ولا مش هتعمل مصاري. لا, هذه أنت بتستثمر بعقار بنسبة صغيرة من قيمة المشروع الكامل, لكن شركات مضمونة وشركات قوية وشركات يعني إلها تاريخ طويل بالماركت. طيب وضح إذا بدنا نرجع قبل ما نرجع لموضوع الاستثمار التقليدي, في كتير أشخاص سألوني وحكيوني على موضوع الاستثمارات, يعني خاصة أنا بتعرف هلأ إذا واحد عنده خلينا ننسى اللي عنده يعني المبالغ الصغيرة, في أشخاص نايمي على مبلغ حرزين من المصاري وبتقلك أنه مش عم يعطيني شيء هالمصرف تقريبا ماشي, يعني بعد شوي المصرف رح يقلك بدي دفعك مصاري لأنه أنا عم در لك هالمصاري اللي حطيته في هالنقود اللي شو هي هلأ 0.5% أظن ولا 1% ولا شيء كلام فاضي. سو السؤال أنه بيجي بيقولوا لك بدنا نشتري بلازا صحيح هل عم بيكون في عرض كتير لهالبلازا وكيف بيكون التواصل؟ هل مثلا واحد ممكن يكون سيء هيك وفكر لقي يافتة يقول انه في بلازا, ولا بتصير ديلز ناس ما بيعرفوا فيها ومنا محطوطة على الماركت كيف؟ في لأم احنا ملاحظين في حركة قوية الفترة الشهر هذا خاصة بالمالتي ريزيدنشال اللي هي العقارات السكنية اللي هي بيكون عدة شقق في بعض زي مثلا السكس بلاكس والتولف بلاكس والهذا. ف يعني خلال الشهر هذا في حوالي 6-7 بنايات مع انباعوا بأوتاوا, ونتكلم عن 1-2 مليون يعني مبالغ مش بسيطة. وهذا شيء يعني مش متعودين عليه احنا بلجانيوري مش متعودين عليه هنا كأوتاوا. فبتصور في حركة عم بتصير من أمريكا لعنا لكندا, بس حمل شوية دراسة عن الموضوع أشوف إذا في تأثير دايركت من أمريكا عم بتصير عنا هنا وفي انفسترز. إن شاء الله الحلقة الجاية بنتكلم عن الموضوع هذا, حجهز لك كم من خبرية زي ما بقوله. نعم. وحنتكلم عن الموضوع هيدا بالاستثمار اللي عم تحكي على المالتي يونيت اللي هن ريزيدنشال. بالنسبة للبلازا السمول بلازا يعني إذا واحد بدي قليل لحتى تطلع هيك مثلا, في منهم بيقول لك بدي أروح على الجريدة بدي أطلع, ما في شيء بالجريدة أو مثلا ما بتلاقي ما أو مش بس أنه مثلا بتكون عندك بلازا مثلا فيها هالناس اللي هني مأجرين ما بتلاقي أنه البلازا للبيع لا ولا بالإنترنت لما بتلاقيها فاضي. لكن ليان هدول البلازات معظمهم مملوكة من شركات ضخمة وهذه الشركات إحنا بحكم أني أنا بالكوميرشال سيرفيسز ديفيجن بالبورد تبع الكوميرشال في عنا علاقات مع كل هدول اللي هم البيج جايز اللي بنسميهم تبعون الكوميرشال. وبحكم العلاقة معاهم ببعثوا لي دائما أول كل شهر ببعثوا لي شو في عندهم بلازات للبيع, شو في عندهم أراضي, شو في عندهم استثمارات, وهي كل الشغلات بتصير زي ما تقول internal dealing يعني ما لا بتنحط على الMLS ولا بتنحط على الجرائد ولا بتنحط ولا حتى البابليك بيعرف فيها ولا حتى other real estate agents ممكن يعرفها. معظم الأجنس لا ما بيعرفوا فيها لأنه هدول عادة هم بتعاملوا طبعا مع واحد تبع commercial يعني إيش بهم هم تأخذيني إنهم يتعاملوا مع واحد ببيع بيوت عادية يعني ما يعني بطبيعة الحال ما بهمهم يعني هم بدهم يتعاملوا مع واحد بالكوميرشال سيرفيسز ديفيجن عارفين انه ممكن يكون عنده زباين كوميرشال وانفسترز خاصه من اوفرسيز وعندنا احنا انفسترز كتير من اوفرسيز وخاصه من الخليج فبدهم هم الاستثمارات هذه وبعرفوا انه احنا عندنا الاستثمارات هذه فبيبعثوا لي الباكيجز يعني مثلا يعني اعطيك مثال سريع عارف انه قرب يخلص الوقت لا بعد في عندنا خلينا قبل ما تعطيني مثال بعتقد هذا الموضوع بهمك كتير
الاستثمار. خلينا نتوقف للحظات مع محطة أرنية نحكي على الاستثمار اللي بيجي. كتير ناس بيتصلوا فيك أكيد بيقولوا لك بدنا نستثمر بركي هالموضوع بسرع لنا عن معاملتنا رح نكون بهالبلد. خلينا نشوف هل من هالإطار مع أنك حضرتك مش خبير هجرة بالتأكيد قديش بيجي عندك هيك طلب وهيك سؤالات رح تصير وقديش الموضوع ممكن أن يترجم عمليا. حلو. عودة لمتابعة لقائنا مع خبير العقارات وضاح الغصن من فيرتكس تيم. وضاح اليوم عم نحكي عن الأشياء مش التقليدية بالاستثمار العقاري. وخلينا نقول من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار التجاري. يعني كونك بهالمجال بيجيك هيك أفكار تبقى بتقول معقولة إنه موجودة هيك شو بتعرف؟ تجينا شغلات غريبة عجيبة صراحة. هيك لازم خبرنا. يعني في يعني مثلاً في إجتنا شركة من تورونتو عارضة علينا إنه بدهم يبيعوا البزنس تبعهم والشركة شغلتها إنها بتنقل ميديكال equipment و medical facilities و يعني مثلا اللي هي الشركة المختصة بنقل مثلا فحوصات الدم مثلا ايش ما بدك ادوات طبية بتنقل organs مثلا اذا واحد بده مثلا واحد بده كلية او كذا فموجودة بمستشفى تورونتو لكن مش موجودة باوتاوا فبدها حدا ينقلها بطريقة طبعا طبية وبطريقة انه محافظ عليه. فهذه الشركة حاليا موجودة معروضة للبيع وهي هي معروضة عن طريق البلسطينيان كنيديان شامبر اوف كوميرس ومعروضة علينا وفي عنا هلأ واحد مهتم بده يشتري. يعني المعنى انه افكار غريبة عجيبة بتجينا ومنلاقي لها شرة بس ما هي اوقات كتير وضح بتلاحظ كأنه مثلا بتنجح فكرة بتلاقي الكل راحوا على هذه الفكرة وصاروا بدهم يعملوها حتى تنهك الفكرة وبتصير بتخسر بدل ما تربح. بس انه الملفت هو انه الواحد يروح الواحد على اشياء تكون مختلفة. جديدة ومختلفة. ما هي اللي بده ينجح لازم يلاقي شغلة جديدة موجودة بالسوق وإلها وإلها ماركت زي ما بقولوا إلها طلب. يعني ما تأخذيني بلاقي واحد إنه فاتح شاورما بيصير الكل بده يفتح شاورما. يعني أنت عارفة يعني تفكيرنا تفكيرنا يعني أوكي والله هو شاورما بده أفتح إباله أو بده أفتح جنبه هو ماشي حاله معناته أنا بأخذ نص زباينه. يعني للأسف يعني في يا عمي في أفكار تانية في في مشاريع تانية في استثمارات تانية اتصلوا علينا. يعني مش شرط لازم لكم يعني نفتح الشغلات التقليدية اللي متعارف عليها بوين مكان. في بيزنسز تانية موجودة على الماركت ممكن نعطيكم أفكار ممكن نقعد نتشاور ونقعد نتشاور ونتكلم في الموضوع it's free consultation. ما بتكلفون شيء. free consultation بتاخدوا اللي عنا وبتستفيدوا وبتفهموا شو كيف الدنيا شغالة وإيش في أفكار جديدة موجودة في الاستثمارات. فاللي بحب ياخد أفكار جديدة يعني هينا طرقنا مثلا ثلاث مواضيع أفكار جديدة اليوم حكينا على الاستثمار بأرض الاستثمار تتحول. بأرض تتحول لعقاري أو سكني. نعم. استثمار بشركة بتساعد البيلدرز او الديفلوبرز انهم يبنوا لكن في عندهم الكاش فلو اللي بدهم هن اياه بالضبط. وحكينا عن هذه مثلا كمثال بسيط انه شركه طبيه بتنقل اعضاء وبتنقل مواد طبيه وبتنقل ادويه طبيه من عياده لثانيه من مستشفى لثانيه. فشركه موجوده وعندها ارقامها وعندها الهيستوري تبعها وشركه معروفه كمان على فكره حكيتها لها قبل شوي شركه معروفه بالتواصل بيتم كنت عم تحكي ترو الكنديان شامبر اوف كوميرس بالضبط. هي طبعا اجتنا عن خلال الرويال بيج بس البلسطينيان كنديان شامبر اوف كوميرس عم بيشتغل على الموضوع وفي عندنا زبون عن طريق البلسطينيان كنديان شامبر اوف كوميرس. فيعني بالتوفيق إن شاء الله. يعني هلا اسمعنا عم تحكينا عن فكرتين وضاح والفكرتين واحدة الارض عليها اوفر وهذه في لها زبون يعني بس عم يعني مش عم تحكي لحتى تقول الناس اتصلوا فيه بدي انا شر لا والثالثة عم ببنوا فيها هلا حاليا وضاح حكيت على المستثمرين من شوي كنا عم نحكي على المستثمرين تبع الخليج بيجيك اتصالات مثلا واحد بيقول لك يا اخي بدنا نجي على البلد وشفنا اذا بركي استثمرنا شو ممكن انا نعمل وشو فينا نسوي وقديش بدنا نحن بيجينا هالاسئله لا كتير. يعني بيجيني ناس بتتصل فيا بقول لي وضح أنا إذا اشتريت بيت وبساعدني إني أقدم للهجرة. يعني تعرف الأسئلة يعني
تتنوع يعني نعم. من بسيطة ل لا 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 كومبلكس زي ما نعم. بقوله نعم. فطبعا جوابنا دائما انه لازم الواحد يتصل بخبير هجره نعم. اوكي وفي موجودين على الساحه وفي واي موجودين على الساحه بس كله بيساعد يعني كده. كله بيساعد يعني اذا 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 الواحد اشترى استثمار خاصه استثمار مش بيت انه بده يسكن فيه نعم. اذا الواحد اشترى استثمار والاستثمار هذا اثبت للدوله انه والله الاستثمار هذا عم بوظف كنديين هذا كتير بيساعد على الأوراق الإميجريشن تبعته نعم. والأوراق والمعاملة تبعته لأنه بقول لك هذا مستثمر أجنبي عم موظف لنا ثلاثة أو أربعة سواء دايركتلي أو إندايركتلي يعني نعم. بتعرف لما الواحد بيشتري بلازا بيعين شركة عشان تدير له هذه البلازا والشركة بتعين مثلا زي ما بنقول سوبرفايزر على هذا المبنى وبدون إذا صار في مشكلة بدون يتصلوا بكهربجي إذا بدون يقيموا التلج عم بيحكوا مع شركة الحكومة بتقيم هالأمور كلها يعني في إمباكت بيكون في نوع من التأثير الإيجابي مباشر وغير مباشر على فكرة مباشر. صحيح ذكرتيني انت في شركة في شركة تانية موجودة بكيبيك هلا إنه إذا لغاية 2 مليون إذا تستثمر بهذه الشركة بعقار بيعملوا لك وراء الهجرة وبقدر الواحد يجي so it's very good يتصلوا فينا صاروا موجودة صح ذكرتيني هلا في شركة موجودة بكيبيك وحكينا معهم كذا مرة وأوريدي شارين هم كذا عمارة وبيجيبوا مستثمرين بقيمة 2 مليون من أوفرسيز بيشتري البناية هاي وعن طريق المبلغ اللي اشتراه واستثمره بيقدم على وراء الهجرة وهم الشركة هاي تستلم الموضوع من الألف للياء وبتجيب لك الإميجريشن والموافقة يعني شو بدنا أقول لك خبير عقارات هلا خبير هجرة عاد لقيله لا 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 مش خبير هجرة خبير طب بعد شوي وضح الغصن بدنا نحكي على الأسبوع الجاي مش الأسبوع الجاي الأسبوع اللي بعده بعده شو بدك يلا نحكي على الليستينج نحكي على الاستثمار التقليدي حكينا اليوم على الأشياء الغير تقليدية خلينا نرجع على نرجع على أرض الواقع لا ما كل واقع كل واقع ولكن خلينا نرجع على الموضوع التقليدي بمعنى انه الناس بدو يبلش يروح الترج وعم يتحضروا بالمارش بريك في ناس مش بس بتسافر في ناس بتبلش تحضر حالة اذا بدها تشتري بيت اذا بدها تنتقل من الكاتيجوري تبعه للمستأجر للمالك قبل ما تحضر حالة للار ار اس بي ولا موسم التاكسات هي كلها سوا فترة كتير مهمة بدنا نحكي عنها 100% قامت ولا يهمك شكرا لك وضح الغصن وضح الويب سايت الخاصة بالتيم الخاص فيك شو هي www The Vertex Team VERTEX team.com شكرا لك كنا مع خبير العقارات وضح الغصن من رواي لوبيج حكينا عن مواضيع كتير بتهم أصدقائنا المستمعين ذكر أكثر من مرة رقم تليفونه فيكم تتواصلوا معه عبر البريد الإلكتروني أو حتى فيكم تروحوا على الويب سايت وتشوفوا وضح وتشوفوا إنجازاته شكرا لرفقتكم اليومية بعد دقائق قليلة بكون عنا نشرة الأخبار ومباشرة بعد نشرة الأخبار حكون عنا مزيد من المواضيع ولكن اليوم رح نعطيكم الموسيقى بعد أكثر وأكثر